السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الخبز ديال العيد الكبير، كيجي رائع جدا في الشكل وفي المذاق. 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الأبيض، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، والقليل من السكر اختياري، ملعقة صغيرة من حبة حلاوة وجنجلا فقط للتزيين، جوج حبات من البيض وماء دافئ. نبدأ على بركة الله. غادي نضيف الدقيق، أنا عندي الدقيق مغربل. هكذا غادي نضيف الملح والسكر والخميرة ديال الخبز، وغنضيف كذلك حبة حلاوة، ولكن حبيت حلاوة غادي ناخذها وغنحكها باش تطلق الطيبة ديالها مزيان. هيدا نحكها في يدي شوية هكذا، صافي. وغنضيف القليل من الماء، انا كنضيف الماء شوية بشوية، هي كتخدم وانا كنضيف لها الماء حتى كتعجن مزيان. صافي العجينة هي تعجنت مزيان، دابا غادي نعملها فوق اللورنية. وغنقسمها كنوضع تحت منه القليل من الدقيق. صافي ها هو خمر، غادي ناخذ وحده ونجيب الدقيق ونرش القليل وغادي نبدا نقرص. صافي دابا غادي نرشم غير بهادو، ما عنديش مرشم ديال اللوح. دابا غادي نبدا بتحضير البيو، غنجيب دابا واحد البيضة وغنعملها في الوسط هيدا موقفة، وغناخد العجين ديال الخبز وغادي نطلقو.
غنوضعو بهذا الشكل فوق البيضة، وغادي نجيب المرشم هذا الصغير وغادي نضغط من هنا. غنطلق العجين بنفس الطريقه اللي عملت في الاول، غنضغط وغادي ننزلو فوق البيضة في اتجاه معاكس. هكذا وغنضغط هنايا في الوسط لهادي نيت، اللي عنده مرشم احسن هكذا. نحيد هاد الجوانب الاضافيه. صافي، من بعد ما خمرت الخبز مزيان، دابا غادي نجيب الجنجلان. انا دهنتها بصفار البيض، ودابا غادي ندردر عليها شويه ديال الزنجلان. انا غنطيبها غير في الفران ديال الدار، يعني حيت ما حدايا شي فران. نتوما اذا حداكم فران احسن، فران ديال الزنقه كتجي فيه كتجي بها الخبز رائعه. انا دابا عملتها في الفرن على درجه 250، كنعملها من فوق ومن تحت بالفرفاره. صافي، هنايا غادي نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. الى فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.